آخر خبر عندنا مشاهدينا الكرام في مجموعة أخبارنا النهاردة، عنوانه بيقول بروتوكول تعاون بين قناة مصر الزراعية ووزارة الري. شهد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري امبارح توقيع بروتوكول تعاون بين قناة مصر الزراعية وقطاع التخطيط والموازنة بوزارة الري بهدف نشر الثقافة الخاصة بتشييد استخدام المياه من قبل المزارعين عبر قناة مصر الزراعية وضرورة مشاركة المزارعين التحديات المائية التي تواجهها البلاد والحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فضلا عن عدم تلويث المصارف والترع للحفاظ على البيئة والصحة العامة. نشوف كده هذا التقرير مشاهدينا واللي طبعا فيه تفاصيل هذا البروتوكول، وبعد كده نرجع لكم مرة أخرى. احنا هنشتغل ان شاء الله من خلاله ومن خلال دكتور حسام فايد وزير الزراعة والصلاح الأراضي، واحنا طبعا كمنظومة بنشتغل لصالح مصر كلها. النهاردة بنحاول ان احنا نرشد في استهلاك المياه، وده دورنا كإعلام، ونستقي التوجيهات من معالي الوزير الدكتور محمد عبد العاطي وفي هذا الموضوع، وسنسير على الدرب ان شاء الله لصالح مصر وتنميه مصر باذن الله. بشكرك معالي الوزير جدا على اتاحه هذه الفرصه. مبروك. الله يبارك. ده طبعا الشكل الإطاري لتوقيع هذه الاتفاقية ما بين قناة مصر الزراعية ووزارة الري، وإن شاء الله يكون هذا التعاون تعاون مثمر جدا وفي صالح من يتلقون هذه الخدمة من هذه الشاشة الخضراء، شاشة مصر الزراعية. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام احنا هنطلع فاصل قصير، بعدها إن شاء الله هنتكلم عن هجرة الأسماك، أسباب هذه الظاهرة، في منها ما هو بيكون بنتيجة إيجابية، وبالطبع في هناك طبعا أشكال سلبية لعملية هجرة الأسماك، ده هنتكلم فيه إن شاء الله باستفاضة. أيضا كمان هيكون موضوعنا الثاني عن آليات التنمية في المناطق الصحراوية، كيف يمكننا أن نرتكز عن آليات بعينها في إحداث التنمية في المناطق الصحراوية، وعلى رأسها أيضا كمان الإرشاد الزراعي. مشاهدينا الكرام دقائق قليلة ورجع لكم على طول بعد هذا الفاصل. هذا البرنامج برعايه